شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وإن دنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كل واحد منا، نحن البشر، له هدف في هذه الحياة. هل يوجد بشر لا يحمل هدفا في هذه الحياة؟ طبعا لا. واحد يهدف العلم، وواحد يهدف المال، وواحد يهدف الجاه والمقام. كل واحد له هدف في هذه الحياة، وكل هدف له وسيلة. لا يمكن الوصول إلى هذه الأهداف بدون هذه الوسائل. الأهداف والوسائل بلحاظ الحق والباطل تتنوع إلى أنواع. النوع الأول أن يكون الهدف باطلاً والوسيلة باطلة، الغاية التي يتوخاها يطلبها غاية باطلة.
غاية غير مشروعة. الهدف باطل، والوسيلة التي يستخدمها إلى هذا الهدف أيضاً باطلة. باطل في باطل، باطل لأجل باطل، باطل في طريق باطل. هذا الطاغية الذي شهد التاريخ كثيراً من أمثاله، ما هو هدفه؟ وما هي وسيلته؟ شنو هدفه؟ هدف المقام، هدف الجاه، هدف أن يقال له إنه زعيم. هذا هو الهدف. هذا هدف باطل، لأن هذا المقام مو مقامه، ما يحمل أهلية لهذا المقام، يدعي شيئا لا حق له فيه. إذن الهدف هدف باطل. ما هي الوسيلة التي يستخدمها للوصول إلى هذا الهدف؟ وسيلة باطلة. الوسيلة هي الكذب، الوسيلة هي التضليل، الوسيلة هي قتل الأبرياء. كم من الألوف قتلهم في هذه السنوات المعدودة، أو عشرات الألوف الذين قتلهم في هذه السنوات المعدودة، أو مئات الألوف الذين قتلهم في هذه السنوات المعدودة. الوسيلة هي القتل، الوسيلة هي السجن، الوسيلة هي انتهاك الأعراض. أكو عندنا واحد من المؤمنين في بلد، هذا 4 أو 5 من بناته في سجون هذا الطاغية، 4 أو 5 من بناته. ليش؟ هذه الأعراض التي انتهكت حقيقة، هذا الأب وهذه الأم لا ليل عندهم ولا نهار عندهم. بنت شرف الإنسان، عرض الإنسان، ليش؟ لحكومة أيام معدودة، يفعل كل شيء، يقتل كل أحد، يقتل العلماء، يقتل المؤمنين، يقتل أقرباءه وعشيرته وذويه، يقتلهم. ليش؟ لحكومة أيام معدودة. هذا هو الهدف باطل، والوسيلة أيضا باطلة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، هذا هو الذي ينبغي أن يكون في المؤمن، مو فقط في الحاكم، لا، في كل واحد واحد منا. القضية مو فقط قضية حكومة، مو فقط قضية سلطة، لا، في أي مجال، الموظف، العامل، التاجر، ينبغي أن يكون من هذا النوع الثاني. الهدف حق، والوسيلة حق. الهدف هدف مشروع، هدف يرضاه الله تعالى. عندما أهدف هدف، أول شيء أفكر، الله يرضى بهذا الهدف أو ما يرضى بهذا الهدف. الهدف مرضي لله تعالى. الوسيلة اللي أستخدمها لهذا الهدف أيضاً مرضية لله، محبوبة لله. أكو حديث جميل عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في صفات المؤمن، حقيقة
كل حديث من الأحاديث كنز من المعارف، كنز من المعرفة. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في صفة المؤمن، شنو صفة المؤمن؟ المؤمن صبور عند الشدائد، صبرا، وقور عند الهزاهز، وقر. المشاكل ما تخرج عن وقاره، مو أنه يفقد أعصابه. المؤمن لا يفقد أعصابه. واحد يقول أنا فقدت أعصابي، يعني شنو فقدت أعصابي؟ فقدان الأعصاب دليل على ضعف الإيمان أو ضعف الأخلاق. وقور، متزن، معقول. الشاهد في هذه الكلمة لا يحيف على مبغض. عندك عدو، عدو، كل واحد عنده أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أنبياء الله كان لهم أعداء، النبي صلى الله عليه وآله كان له أعداء، كل واحد، الأنبياء، الأولياء، العلماء لهم أعداء. لا يحيف على مبغض، هذا مبغض، هذا عدو إلي، ولكن لا أظلم حتى العدو. عبيد الله بن الحر الجعفي جاء إلى علي صلوات الله عليه بعد أن فر إلى معاوية في قضية، عندما زوجته راحت وتزوجت واحد آخر، اجى إلى أمير المؤمنين، هذا اللي شرد إلى عدو أمير المؤمنين، هرب. فقال لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، الإمام قال له: مو أنت اللي فعلت كذا وكذا؟ مو أنت الذي خنت؟ مو أنت الذي جنيت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أو يمنعني ذلك من عدلك؟ صحيح أنا خنت، أنا جنيت، ولكن يمنعني ذلك من عدلك؟ فقال: لا، صلوات الله عليه. وأعاد زوجته إليه. المؤمن مع الحق لا يحيف على مبغض، ولا يأسم في محب. واحد يحبه، هذا صديقي، لصديقي أأثم؟ لا أبدا. المؤمن يلاحظ مرضاة الله تعالى، يلاحظ رضوان الله تعالى. هذا صديقي، خليه يكون صديقي، أنا ما أفعل معصية لأجل صديقي. واحد يقول أنه هذا صديقي أغتاب عنده أو يغتاب عندي أو أفشي له سرا من الأسرار، أبدا، لا يأثم في محب. هذا محب، هذا صديق، يتوقع مني أن أقول له السر، ولكن إذا أنا مو مأذون في كشف هذا السر ما إلي حق. شلون كلمات لطيفة، لا يحيف على مبغض ولا يأثم في محب. هذا هو المؤمن. المواقف كلها حق، الأهداف كلها حق، الوسائل كلها حق. هذا هو المؤمن. النوع الأول، الهدف باطل والوسيلة باطلة. النوع الثاني، الهدف حق والوسيلة حق. النوع الثالث اللي في هذا مقتل الكثيرين، المؤمن بعيد أن يكون من النوع الأول، أن يكون هدف باطل ووسيلة باطلة. مقتل الكثير من المؤمنين، مقتل الكثير من المتقين،
في هذا النوع الثالث. شنو هو النوع الثالث؟ الهدف حق، الهدف حق، الهدف هدف مشروع، ولكن الوسيلة إلى هذا الهدف وسيلة باطلة. كثيرا ما يختلط والعياذ بالله على المؤمنين، على بعض المؤمنين، هذا الشيء، الهدف مشروع ولكن الوسيلة وسيلة باطلة. أحد الإخوة كان يقول، أمثل بمثال صغير ثم أنتقل إلى الموضوع، مثال واضح حتى يتبين كيف أن الله تعالى لا يرضى بهدف حق إذا كانت الوسيلة باطلة. أنا أريد أأدب طفلي، هذا هدف مشروع، تأديب الطفل حق للولي، ولكن ما هي الوسيلة التي أستخدمها في تأديب هذا الطفل؟ يقول هذا ما عنده أخلاق، ما يخالف، لك أن تؤدبه ولكن كيف تؤدبه؟ هذا هو الكلام. لا يكفي أن تكون الغاية غاية مشروعة، الوسيلة أيضا لازم تكون وسيلة مشروعة. الهدف التأديب، الوسيلة أيضا يجب أن تكون وسيلة مشروعة. بأي حد؟ بعض الأفراد يضربون زوجاتهم، يقول أنا إلي حق في ضرب الزوجة. أولا، من قال لك أن لك حقا في ضرب زوجتك؟ حقيقة نفرض أن المرأة تستحق التأديب لأنها خالفت الله تعالى، كيف؟ حتى إذا يريد يضرب، كيف يضرب؟ كيف يضرب؟ راجعوا كتاب النكاح، كاتبين هناك الفقهاء كيف يضرب زوجته إذا مشروع الآن يضرب زوجته. أما إذا كان محرم فهو محرم في محرم، حرام في حرام. أحد الإخوة يقول كنت في الحج في مسجد الشجرة عندما يحرمون من هنالك، يقول واحد من الأفراد كان عنده ما يبيعه، كل ما مثلا يبيعه بريال واحد، الحجاج يجون يشترون مثلا كل كمية من هذا الماء بريال مثلا ويغتسلون به غسل الإحرام. يقول أنا كنت واقف أباوع أنظر، إجا واحد من ذول الحجاج، يقول إجا غافل هذا الذي يبيع الماء، شافه مو ملتفت، فكرة في مكان ثاني، عينه في مكان ثاني، فباق وحدة من هذه الجرار أو ما أشبه، باقها وبسرعة راح اختفى وراء شجرة أو مكان واغتسل غسل الإحرام. عندما ذكر لي هذه القضية تداعت لي قضية الإمام الصادق صلوات الله عليه مع ذلك العالم غير الموالي اللي كان يبوك خبزين ورمانتين بعدين يجي يصدق بهم على الفقراء. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال له: لماذا فعلت ذلك؟ ألم تسمع قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ الله ما يتقبل كل عمل، العمل يجب أن يكون مشروعا، لا يكفي أن يكون الهدف مشروعا. نأتي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في أيام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قارنوا حكومة أمير المؤمنين ببقية الحكومات التي كانت في ذلك العهد. الحكومات غالبا يستخدمون كل وسيلة للبقاء، الهدف هو البقاء، هذا هو، أنا قاعد على هذا الكرسي يجب أن أظل في هذا الكرسي، هذا هو المنطق.
المقام لا يفهم الحق والباطل، حق باطل مو مهم، المهم أبقى هنا، أبقى في هذا المكان. قال معاوية: حتى يكون مهري يعني خاتمي مكان خاتم علي، أنا أختم، أنا أختم، مو علي هو الذي يختم صلوات الله على علي. هذا هو الهدف. هسه شنو يجي لتحقيق هذا الهدف؟ أي شيء يجي لتحقيق هذا الهدف من حلال وحرام ومنكر وباطل وحق مو مهم، الهدف والعياذ بالله هو المقام. هذا منطق كثير من الحكومة، منطق كثير من السلطات، المهم أن أبقى، هذا هو الهدف. ولكن علي صلوات الله عليه، لاحظوا هذه الكلمة، والله الإمام يحلف ولا يحتاج إلى حلف، لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، هذا الملك العريض، هذه الحكومة العريضة، هذا المقام، في شنو؟ في كذبة؟ مو في كذبة. قال له: أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. الإمام قال: أما كتاب الله وسنة نبيه فنعم، وأما سيرة الشيخين فلا، ما أقبل سيرة الشيخين، أنا أقبل سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ما أقبل سيرة واحد آخر، سيرة النبي هي الحجة، مو سيرة زيد وعمر. كذبة واحدة فوت كل ذلك الملك، راح راح، خلت تروح الخلافة، تروح خلت تروح، لا يهم المؤمن ذلك، المؤمن حدي في مواقفه، ليذهب الملك فليذهب، لتذهب الخلافة فلتذهب، ليذهب المال والثراء فليذهب، إذا أنا ما أكذب في هذه المعاملة ما أربح في التجارة، لا تربح في التجارة، مو ضروري تربح في التجارة، إذا أنا لا أكذب في المعاملة لا أخوش لا أخدع ما أتمكن أعيش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مو الإمام يتنازل عن هذا الملك العريض مقابل أن لا يكذب، يقول: والله أكثر من هذا، لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة، مو يقتل نملة، وإنما أسلبها جلب شعيرة. كل هذا الملك العريض مقابل تجي إلى نملة وتسلبها جلب شعيرة، يا علي تقبل؟ أبداً ما أقبل. يروح الملك، خلي يروح الملك، تروح الأموال، خلي تروح الأموال، ما فعلت. وإن دنياكم هذه، كل هذه الأموال، كل هذه الثروات، كل هذا المقام والجاه، لأهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها. شايفين الجراد في الساحات والأسواق والشوارع، لعله جرادة في فمها ورقة تقضمها، شنو قيمة هاي الورقة عندك؟ شنو قيمتها؟ أي قيمة ما صن، لا تلتفت إلى هذه الورقة، وقد لا تلتفت إلى تلك الجرادة، ما لها قيمة، لا الجرادة لها قيمة عندك ولا الورقة. هذه الدنيا كلها، مو الكرة الأرضية، كل الدنيا. وإن دنياكم هذه أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ونعيم يفنى
ولذة لا تبقى. شنو قيمة هذه الدنيا في نظر علي صلوات الله عليه؟ شنو قيمة هذه الدنيا في نظر أتباع علي صلوات الله عليه؟ شنو قيمة؟ ما لها قيمة. ذهب وفضة كلاهما عنده حجر، ماكو فرق. السيد البروجردي رحمة الله عليه كان يقول مهما كان فيه، تواضعا كان يقول مهما كان فيه من النواقص، ولكن أنا مطمئن المال ما يغيرني، ما له قيمة المال. المرجع الأعلى كان في زمانه والملايين كانت تنهاله، ما تغير حتى إلى أخريات حياته، كان يعيش عيشة متواضعة، كان عنده ملك، ما أدري في بروجيرت شنو كان عنده، كان يتعيش من ذاك الملك وعاش عيشة متواضعة. والآن روحوا شوفوا بيته في قوم، بيت متواضع، بيت عادي من البيوت، كان يتمكن يمتلك الملايين والبيوت والعقارات، ما له قيمة. قال أنا مطمئن أن المال ما يغيرني. هذا من يسير على نهج علي صلوات الله عليه. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. هذا اللي يهتم بهذه الدنيا، الشخص اللي الدنيا تجلبه إلى معصية الله، حقيقة هذا عقل نايم، نعوذ بالله من سبات العقل. بعد يومين يموت، بعد يومين ينتهي، يومين. في هذه السنة، احنا الآن في أخريات السنة الهجرية، شقد ماتوا من أصدقائنا، من أحبابنا، من أقربائنا، بعد يومين واحد يموت. واحد يبيع آخرته ليومين على مد كم فلس، على مد مقام، يحرق آخرته لذلك. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. نطلب من الله أن يعيننا على أنفسنا، هاي النفس اللي تأمرنا بكل منكر وبكل خطيئة. الإمام أمير المؤمنين ونحن في أيامه صلوات الله عليه، أول ما وصل للخلافة الظاهرية 25 عام كان قاعد في البيت، ما يهمه، 24 سنة أكثر من 20 عام كان قاعد في بيته، خلي يقعد في بيته، لا يهمه ذلك. أخذوا وملكوا وفتحوا، مو مهم، فليكن. شنو قيمة الدنيا عند علي صلوات الله؟ كان يروح بأبي وأمي صلوات الله عليه في البساتين يزرع النخيل ويعبد الله تعالى، طبعا كان يشارك أيضا في إنقاذ الأمة، ولكن مو مهم عنده. يعني فرح الإمام عندما أجت الخلافة مثلا لأنها خلافة، فرح بذلك لأنه صار حاكم؟ أبدا. إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. صعد فوق المنبر قال كلكم أولاد آدم، مضمون كلام الإمام، ماكو فرق بينكم، ماكو فرق، كلكم أبناء آدم، كل من آدم. شنو تفضيل شعب على شعب أو أمة على أمة أو جماعة على جماعة؟ كلنا أبناء آدم. وأنا جاءتني أموال أوزعها بين المسلمين كلهم بلا فرق بينهم، ماكو تفريق بينهم، هذا مسلم هذا مسلم، هذا عبد الله ذاك عبد الله، شنو أنه هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني؟ شنو الفرق بين عباد الله؟ نشعر أننا أعلى من الآخرين، ليش؟ بقيهم عباد الله مثلنا. ثم نزل الإمام وأخذ يوزع الأموال لكل واحد من المسلمين 3 دنانير، توزيع عام، 3 دنانير في ذلك الوقت حوالي 30 دينار الآن، كل واحد 30 دينار. أجا واحد من الأنصار إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه فأعطاه الإمام 3 دنانير. بعدين إجا عبد هذا الأنصاري، البارحة كان قد أعتقه، يعني هذا المولى كان قد أعتق عبد البارحة. عبد شنو قيمة العبد؟ ما له قيمة. خدامات اللي في بيوتنا لهم قيمة عندنا؟ لا، في كثير،
اعطى ثلاث دنانير. فتعجب الانصاري، جاء الى امير المؤمنين صلوات الله، قال انا تعطيني ثلاث دنانير وهذا عبدي اللي البارحه اعتقته تعطيه ثلاث دنانير؟ فقال امير المؤمنين صلوات الله عليه: اني قرات كتاب الله فلم اجد في كتاب الله فضلا لبني اسحاق على بني اسماعيل. اسماعيل ابن هاجر، واسماعيل وهاجر كلاهما مدفونان في حجر اسماعيل اللي تطوفون حوله بالطواف حول الكعبة، تطوفون أيضا حول حجر إسماعيل تجعلونه ضمن المطاف. فهاجر أم إسماعيل سارة أم إسحاق، سارة من أولاد الأنبياء، بنت خالة إبراهيم بنت خالته، فتزوجها وحرة، حرة من أولاد الأنبياء بنت خالة إبراهيم صلوات الله عليه، وكلاهما يعني إبراهيم وسارة مدفونان في القدس في هذه البلاد المحتلة، هناك مدفون. فسارة من أولاد الأنبياء بنت خالة إبراهيم، حرة ابنها إسحاق، هاجر مو من أولاد الأنبياء، مو بنت خالة إبراهيم، مو حرة، وإنما كانت أمه. ماكو فرق بين أولاد الإماء وأولاد الأحرار في كتاب الله. إني قرأت كتاب الله فلم أجد فيه فضلا لأبناء إسحاق على أبناء إسماعيل. ماكو فرق، أولاد الإماء وأولاد الأحرار كلهم عند الله واحد، ماكو فرق. طلحة والزبير جاء إلى علي صلوات الله عليه: أنت بتعطينا ثلاث دنانير؟ ما كان يعطينا فلان هالشكل، يعني الثاني، ثاني كان يعطي لطلحة والزبير أكثر لاستمالتهم، يعني الغاية تبرر الوسيلة. فقال علي صلوات الله عليه: كيف كان يعطيكما رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فسكت. احنا ما علينا بسيرة فلان، النبي كيف كان يعطيكم؟ فسكت. قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقسم بالسوية؟ قال: نعم. قال: أنا أقسم بينكم على سيرة رسول الله، سيرة النبي أولى بالاتباع أو سيرة فلان ياهو أولى؟ هم قالوا سيرة النبي هو واضح، وقال أنا أسير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال طلحة والزبير: فسابقتنا وقرابتنا وعناؤنا. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: سابقتكما أسبق أو سابقتي؟ أنتوا سبقتوا إلى الإسلام أسرع أو أنا؟ علي أول المسلمين. قالوا: لا، بل سابقتك. قال: قرابتكما أقرب إلى النبي أو قرابتي؟ قال: لا، بل قرابتك يا أمير المؤمنين. قال: فعناؤكما في سبيل الله أكثر أو عنائي؟ قالوا: لا، بل عناؤك يا أمير المؤمنين. قال الإمام: أنا وغلامي هذا أو وأجيري هذا سواء، أنا أخذت مثل بقية المسلمين، وأنا وغلامي أو أجيري سواء في الماء. فجعلوا من ذلك، راحوا وثاروا ضد الإمام وكونوا حرب الجماعة وولدوا تلك المشاكل، حتى جماعة مالك الأشتر جاء إلى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، إذا تريد تحفظ الوضع لازم تداهن ذولا شوية، اطيهم
ودوا لو تدهنوا فيدهنون، شوية داريهم، اطيهم أكثر، صانعهم، رضي معاوية، خليه كم يوم بالحكم. فقال صلوات الله عليه: أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ أحكم وأنتصر بالجور؟ لا والله ما أفعل. إذا كان علي يفعل هذه الأعمال ما كان عليا صلوات الله عليه. إذا كان علي صلوات الله عليه يفعل هذه الأعمال ما كان بعد 1400 عام يأتي شاعر مسيحي وينحني أمام علي صلوات الله عليه إجلالا واحتراما لعلي صلوات الله عليه. يقول: لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويرتضيه وليا. جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اخشعي ويا أرض قري واشهدي أنني ذكرت عليا. وعلي صلوات الله عليه ما كان هدفه هذا، يعني كان هدفه أن يذكر؟ لا والله ما كان هدفه أن يذكر، فعله لله فقط، فليحدث كل شيء. ما فعله لكي يذكر، ما فعله لكي يقال إنه عادل، ما كان هذا هدفه. إذا واحد هذا هدفه، في رواية عجيبة، إذا واحد عمل لكي يذكره الناس، الله تعالى يقول: أنت عملت لذكر الناس فقد قيل أخذت أجرك. قيل فلان خير طيب متدين، روح أخذ أجرك منهم، أخذت أجرك، ولكنه لله. لهذا بقي علي ظلم واحد. أولئك الأوائل ما يحتاج إلى 100 ظلم، ظلم واحد كافي لإسقاط حكومة عند الله وعند التاريخ. ظلم واحد، هاتك عرض واحد كافي لإسقاط حكومة عند الله وعند التاريخ. الأوائل الذين فعلوا ما فعلوا، جنوا وقتلوا وسفكوا، يقولون له إن في الدار فاطمة، يقول وإن، مو مهم، المهم هو الحكومة، هذا هو المهم. إذا كان علي يفعل هذه الأفعال ما كان عليا، ما كان بعد 1400 عام يقرن اسمه باسم الله وباسم رسول الله. هذه الظاهرة ما إلها مثيل بالتاريخ، في التاريخ كله شخص فوق المنائر في مختلف البلاد في الشرق والغرب يقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقال أشهد أن محمد رسول الله. ثم يقال أشهد أن عليا ولي الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعه وأوليائه وشيعته ومحبيه، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلاً.
الباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.